السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة يكون معانا فرصة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة على القناة بتاعتنا. ودي القناة هتلاقوا عليها كل الفرص والمنح، منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، دول كتيرة جدا مختلفة. وكمان كنا اتكلمنا عن سلسلة فرص التطوع والسفر إلى الخارج، وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بسهولة، وكنا اتكلمنا عن فرصة التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا، وهي كانت فرصة تطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف، وتم الإعلان عن الفائزين في هذه الفرصة، وإن شاء الله بإذن الله يكون موجود معانا فرص جاية قريبة كتيرة التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. وتم تقديم كمان خدمة على القناة بتاعتنا، وهي المساعدة في التقديم للفرص والمنح ليك. طبعا تقدر تقدم لوحدك للفرص والمنح اللي احنا بنعرضها، ولو احتجت مساعدتنا احنا طبعا في الخدمة اللي احنا نقدم لك المساعدة دي ونساعدك في التقديم للفرص. طيب، وعشان توصلك اي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا يا ريت تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وأحب أنوه كمان إن جميع روابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاصة بالفرصة اللي هنتكلم عليها النهاردة هتلاقوها في صندوق الوصف أسفل الفيديو. خلينا نبدأ على بركة الله ونتعرف على الفرصة بتاعت النهاردة. أديكوا بس نبذة عنها كده، هي فرصة إن شاء الله هتكون متاحة للجميع سواء طالب أو خريج بدون شرط العمر. الناس اللي دايما عندها مشكلة في العمر، مفيش حد أقصى للعمر، يعني شوية حاجات مفيدة جدا. كمان التخصصات اللي فيها تخصصات علمية أدبية، تخصصات كتيرة جدا. خلينا بقى نتعرف على تفاصيل الفرصة. هي منحة تدريب صيفي من RIBS، دي اسم المؤسسة المانحة واختصار للمنحة، اسم المنحة. الدولة اللي فيها الفرصة دي هي الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا. الجامعة المانحة University of California Los Angeles، طبعا جامعة غنية عن التعريف، جامعة ممتازة جدا. الدول المتاح ليها التقديم، جميع الدول المتاح ليها التقديم من أي قارة، آسيا، أفريقيا، أوروبا، من الدول العربية، الجميع متاح ليه التقديم. المرحلة الدراسية في المنحة دي لجميع الطلاب والخريجين، يعني لو أنت دلوقتي بتدرس حاليا سنة أولى، تانية، تالتة، رابعة كلية، أو بتدرس ماستر، أو متخرج ما بتدرسش وبتشتغل، يعني متاحة للجميع، تمام؟ كله يقدر يقدم في المنحة دي. مدة البرنامج ده مدته شهرين، متاح من 22 يونيو حتى 21 أغسطس. ده ميعاد بداية البرنامج. طبعا تدريب صيفي مميز جدا وميعاده مناسب بالنسبة كمان للطلبة، هيكون خلصوا الدراسة بتاعتهم فبالتالي يقدروا ينضموا للبرنامج ده. طيب بالنسبة بقى للتمويل، التمويل بتاعه صراحة ممتاز جدا. أول حاجة في التمويل، تذاكر الطيران هتكون بالمجان، هيعملوا لك التكلفة بتاعت تذاكر الطيران كلها بالمجان عليهم. هيكون في مرتب قدره 3500 دولار أمريكي، المرتب ده هتاخده للشهرين كلهم، يعني مش هتاخده لكل شهر، لا هتاخده للشهرين ال 3500 دولار. ولكن تعال نبص للميزات اللي بعدها، السكن مجانا والوجبات كمان مجانا، يعني ال 3500 دولار دول صافيين، انت هتاخدهم من غير دفع تكاليف سكن او تكاليف وجبات، السكن والوجبات عليهم وسكن مميز جدا. فبالتالي انت 3500 دولار دول مبلغ كبير تقدر تستفيد منه، يعني حتى تقدر تدخر منه كمان، يعني حاجة ممتازة جدا. هم يعني ما بيقولوش عليها 3500 دولار كمرتب، بيسموها زي مكافأة كده مثلا، تمام؟ فحاجة ممتازة جدا يعني. التخصصات بقى بتاعت التدريب ده، انت طبعا لو بتدرس اي تخصص دلوقتي تقدر تقدم للمنحة دي، ولكن بشرط انك تكون مهتم بدراسة تخصص من التخصصات دي، يعني مش شرط يكون عندك خلفية كبيرة عنها أو تكون داخل المجال اللي أنت درسته قبل كده، ولكن على الأقل يكون عندك خلفية بسيطة عنها أو حابب إنك تنضم ليها. وفي تخصصات أدبية وتخصصات علمية، أنا حطيت تخصصات باللغة الإنجليزية، في زي الكمبيوتر ساينس موجودة، الهندسة الإنجينيرينج موجودة، موجود البيولوجي الخاصة بعلم الأحياء، الناس في التخصصات الطبية كمان، موجود السوشيال ساينس العلوم الاجتماعية، وموجود كمان الإيكونومكس الاقتصاديات، يعني موجود تخصصات أدبية وتخصصات علمية، أنت بتختار التخصص المناسب ليك أو القريب لتخصصك الأساسي وبتنضم ليه زي ما أنت عايز، حاجة ممتازة جدا. طيب شرط التقديم، تعتبر هي ما فيهاش شروط تقديم، الشرط الوحيد بس إن يكون سنك على الأقل 18 سنة، تمام؟ يعني يكون السن ما يكونش أقل من 18، وما يزيد، يعني الحد الاقصى للعمر مش محدد ولكن ما يقلش عن
18 سنة، تمام؟ ده بالنسبة لشرط العمر. الأوراق المطلوبة بقى أوراق بسيطة جدا، مطلوب منك كشف الدرجات، لو اتخرجت يبقى تقدم شهادة التخرج بتاعتك، وتقدم كمان كشف الدرجات معاه، كشف تفصيلي بكل المواد اللي انت درستها. لو لسه بتدرس حاليا تقدم كشف درجات لآخر سنة انت درستها أو لآخر سمستر انت درسته بكل المواد ودرجاتها. تقدم سيرة ذاتية ليك، السي في بتاعك، طبعا حاجة بسيطة جدا. هيتم عمل 2 خطابات توصية اونلاين، وطبعا ذكرناها قبل كده كتير وعرفنا يعني ايه خطابات التوصية اونلاين، ولسه هنتكلم عليها كمان في ابلكيشن التقديم وهنوضحها بشكل اكبر. طيب كمان عشان اوضح نقطة، مش مطلوب شهادة لغة انجليزية، مش مطلوب ايلتس، مش مطلوب تويفل، يعني فرصة ممتازة جدا. اخر ميعاد للتقديم هو 12 فبراير 2020، لسه قدامك وقت، ولكن تحاول تبدأ في التقديم من دلوقتي، يعني عشان يعني كل ما تقدم بدري فرصتك في القبول بتكون احسن في معظم المنح. طيب انا هنا حاطط لكم الاعلان الرسمي للمنحه وابلكيشن التقديم، هتيجي تضغط على الاعلان الرسمي، تعال نبص عليه كده سريعا، هتلاقي فيه كل التفاصيل اللي انا ذكرتها هنا، كل التفاصيل اللي انا قلتها هتلاقي هنا، وتلاقي بيقول لك هنا ان المنحه دي هتكون شامله 3500 دولار، فيها سكن ووجبات، فيها تذاكر طيران، تمام، هتكون عليهم، يكون سنك اكبر من 18 سنه، ايه التخصصات اللي هيتم تدريسها في البرنامج ده، يعني ذاكر لك كل التفاصيل. هنا بيقول لك اللي يكون متخرجين عادي و اندر جراديتس عادي برضو اللي هم تحت التخرج او بيدرسوا لسه، فيعني كل التفاصيل مذكوره في الموقع الاساسي ده او الرئيسي بتاع المنحه. خلينا بقى نرجع تاني لابلكيشن التقديم، ازاي ممكن نقدم للفرصه دي؟ انا حاطط لكم لينك التقديم هنا، هتيجي تضغط على قدم الان وبلاي ناو عشان يفتح معاك ابلكيشن التقديم. ابلكيشن بسيط مش هياخد منك وقت خالص وسهل جدا في التقديم يعني. طيب ده الابلكيشن، اول حاجه بيقول لك، بس بياكد عليك المعلومات التانيه، وبيقول لك ان في الموقع ده في كذا فرصه، يعني الموقع ده فيه فرص كتير جدا، ولكن احنا عايزين نستهدف فرصه اسمها RIBS لوس انجلوس، تمام، دي الفرصه اللي احنا عايزين نستهدفها، ولكن اي فرصه تانيه موجوده في الموقع احنا مالناش علاقه بيها لانها بتعتمد على شروط ومؤهلات تانيه لازم تكون معاك. طيب هنا بيقول لك شروط البرنامج، تحط السي في بتاعك، كشف الدرجات، 2 خطابات توصيه، خلاص الكلام ده قلناه. طيب عشان اقدم هتيجي هتلاقي كلمه هنا، كلمه اسمها ابلاي، تيجي وتضغط على الكلمه دي، تمام، نضغط على كلمه ابلاي هتفتح معانا بالشكل ده. طب ايه ده؟ ده هنا بيقول لك لو انت يعني عندك ايميل وباسورد هتدخل بيهم للابلكيشن، فالمفروض في الجزء ده انت هتكتب الايميل والباسورد بتاعك. طب انت كمستخدم جديد ما عندكش ايميل ولا باسورد، لسه متسجلين على الموقع بتاع التقديم، المفروض انك تعمل ايه؟ هنا بيقول لك لو انت مستخدم جديد ودي اول مره، يبقى انت هتضغط على علامه صح على المربع ده. المفروض لو انا عندي ايميل وباسورد المربع ده مش هيكون عليه علامه صح. طب لو انا عايز اعمل ايميل وباسورد، يبقى اضغط علامه صح المربع ده واكتب الايميل والباسورد بتاعي كاول مره، احط الباسورد من دماغي واكتب الايميل بتاعي واضغط على اللوجن. طب بعد لما اعمل كرييت اكونت والايميل والباسورد يتسجلوا على موقع التقديم، ترجع تاني هنا وتشيل العلامه دي عشان تبين ليهم خلاص انك كده الايميل والباسورد متسجلين وانت بتعمل لوجن عادي جدا للابلكيشن بتاعك. فنضغط على كلمه لوجن عشان يدخل ويسجل لي للابلكيشن بتاعي. طيب المفروض لما تضغط على كلمه لوجن هتظهر لك دي اول حاجه، دي اللي المفروض انت هتختار منها التخصصات وتكتب بقى فيها شويه مقالات هم عايزينها وكل الكلام ده، ولكن انت هنا بلاش تبدا بالصفحه دي الاول، مطلوب منك حاجه تانية. ايه هي الحاجه المطلوبه مني؟ اول حاجه مطلوبه مني هي حاجه اسمها بورتفوليو. ايه هو البورتفوليو؟ البورتفوليو ده هو حاجه زي كفر شيت كده انت بتعمله، يعني بتكتب فيه بياناتك، العنوان بتاعك، وبيتسجلها على سيستم الموقع ده. ليه؟ لان الموقع ده عليه فرص كتيره جدا، فانت لما بتسجل على الموقع ده البيانات بتاعتك متاح ليك انك تستخدم البيانات دي وتقدم فيها لاي فرصه هيتم عرضها على الموقع ده، فبالتالي من ضمن الفرص اللي معروضه على الموقع هي الار اي بي اس. فاحنا لازم نروح على كلمه بورتفوليو دي ونضغط على كفر شيت ونروح ونملا البيانات بتاعتنا من الاول. البيانات المطلوبه منك الاسم الاول، اسم العائله والاسم الاخير، لو عندك ميدل نيم بتحطه، الاسم الاوسط، تكتب هنا العنوان الحالي بتاعك، تمام، اللي هو انت الشارع اللي انت موجود فيه، المدينه، الدوله اللي انت حاليا موجود فيها وهكذا. في الجزء ده بتحط الايميل الادرس بتاعك، هو اصلا بيكون موجود اللي انت سجلت بيه، تحط رقم تليفونك هنا،
بيقول لك دلوقتي الحاله بتاعتك او البوزيشن بتاعك دلوقتي ايه، فتكتب ستودنت مثلا، مثلا موظف، تكتب التخصص مثلا اللي انت بتدرس فيه او التخصص اللي انت بتشتغل فيه وهكذا. في الجزء ده بيقول لك بقى عن خلفيتك التعليميه، الخلفيه التعليميه بتاعتك، ايه الجامعه اللي انت درست فيها واللي انت بتدرس فيها حاليا، المدينه اللي فيها الجامعه والمكان اللي فيه الجامعه. في الجزء ده بيقول لك ايه هي اعلى درجه انت حصلت عليها او يعني احتمال تحصل عليها اذا كنت بتدرس. فبتكتب مثلا هنا انت بتكتبها بخط ايدك مثلا باشولر ديجري، ماستر ديجري، فعلى حسب. هنا بيقول لك الدرجه اللي انت خدتها من الجامعه او اللي انت حاليا بتدرسها. مثلا لو انا مثلا متخرج من الهندسه المدنيه سيفل انجينيرنج مثلا، تمام، فبتحط الجزء ده هنا. بيقول لك التاريخ المتوقع للتخرج او اللي انت اتخرجت منه، فبتختار الشهر والسنه اللي متوقع التخرج فيهم او اللي انت اتخرجت فيهم، تمام. بيقول لك دوله الاقامه حاليا، اللي الدولة اللي انت مقيم فيها، لو مقيم في دولتك الأصلية بتكتب الدولة، لو مقيم في دولة تانية بتحط العنوان بتاعها، تمام. بيقول لك هل انت مؤهل لبرنامج من البرامج اللي موجودة داخل أمريكا والخاصة بالمقيمين في أمريكا؟ طبعا بتقول لا، لأن البرنامج ده لو انت عندك إقامة في أمريكا أو عندك الجنسية الأمريكية بيكون في حالة خاصة انت بتتعامل بيها، فبالتالي لو انت ما عندكش إقامة داخل أمريكا فبتختار نودي. هنا بقى بيقول لك على الريفرنس المطلوبين منك. طبعا كنا قلنا في حاجه اسمها خطابات التوصيه، وكنا قلنا مطلوب منك 2 من خطابات التوصيه، تمام. بس هنا خطابات التوصيه اللي مطلوبه بشكل اونلاين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك بتكتب الايميل بتاع الشخص اللي المفروض يعمل لك التوصيه، وبتكتب اسمه، وبتكتب الشغلانه بتاعته، وبعد لما بتكتب البيانات دي كلها وبتكتب العدد اللي انت عايزه من التوصيه، يعني هنا حاطط لك 3 خانات. بيقول لك لو انت عايز تكتب 3 اشخاص للتوصية ليك اكتبهم، عايز تكتب 2 فقط اللي هم العدد المطلوب اكتبهم. بعد لما بتضغط على او بتكتب البيانات دي كلها وبتملى كل البيانات اللي فوق وبتضغط على كلمة سبميت، كده يبقى انت سجلت المعلومات دي على الموقع، وبيتم مباشرة ارسال رسالة للريفرنس دول اللي هم اصحاب التوصية المسؤولين عنك، وبيتم ارسال ليهم زي ريكوست كده المفروض هم يجاوبوا فيه على الاسئله اللي موجوده او يحطوا ليك خطاب التوصيه اللي هم عاملينه ليك، تمام. يبقى احنا عرفنا الجزء ده، بعد لما بتخلص البيانات بتضغط على كلمه سبميت. طيب اكمل بقى، المفروض اكمل للصفحه التانية او اللي انا كنت فيها اللي هي اختار فيها البرنامج. فارجع تاني هنا بقى للجزء بتاعي اللي هو ايه، هو الجزء ده اللي هو بتاع اختيار البرنامج والبيانات المطلوبة تكتبها. طيب بيقول لك اختار نوع الفيزا بالنسبة لدولتك. فمثلا نون اميجرانت فيزا اللي هي بالنسبة لمصر مثلا، فانت بتختار الدولة بتاعتك هنا ونوع الفيزا اللي المفروض يعني الحالة بتاعتها، تمام. هنا بيقول لك الكورنت بوزيشن بتاعتك، الوضع الحالي بتاعك، هو طالب ولا خريج ولا شغال مثلا تبع الحكومة ولا ايه بالظبط، تمام. هنا بيقول لك بالنسبه لي يعني هل انت شخص اسيوي ولا ابيض ولا مثلا امريكان نيتيف ولا ايه بالظبط، فبتختار يعني على حسب الشخصيه بتاعتك او الفيس بتاعك يعني، تمام، مش اللي هو الشكل بتاعك. مثلا في شخص اسيوي اسيان مثلا، شخص مثلا ابيض، او شخص مثلا امريكان، فبتختار على حسب يعني. طيب هنا بيقول لك انت هتقدم لاي برنامج. هنا خلي بالك عشان احنا عندنا البرنامج بتاعنا في لوس انجلوس، وفي برنامج تاني اسمه ار اي بي اس في سنغافوره. احنا مالناش دعوه بتاع سنغافوره ده، لان بتاع سنغافوره ده خاص بالطلبه بس من داخل امريكا، فانت بتختار تعلم على لوس انجلوس فقط. طيب هنا في الجزء ده بيقول لك عن المرحله التعليميه بتاعتك. بيقول لك انت اتخرجت من الهاي سكول، المدرسه الثانويه امتى، سنه كام، ومتوقع انك تتخرج من الكليه بتاعتك امتى. بالنسبه للناس اللي اتخرجت بتسيب الجزء ده فاضي، تمام، انما الناس اللي لسه بتدرس حاليا لازم تكتب الجزء ده، تمام. بيقول لك على اكاديميك باك جراوند. بيقول لك ايه؟ بيقول لك هل انت عندك علاقه او عندك خلفيه عن الرياضه، عن الاستاتيكس، عن الكمبيوتر ساينس، يعني عندك خلفيه عنهم، بتفهم فيهم شويه، بتفهم ايه فيهم. فاكتب مقال هنا يعني ايه الحاجات اللي انت بتفهمها فيهم يعني، تمام، او اللي انت عندك خلفيه فيها. هنا بيقول لك اختار انت عايز تنضم لانهي بروجكت، تمام، اي مشروع انت عايز تنضم ليه، عايز تنضم للحاجات العلميه
ولا عايز تنضم للداتا، ولا عايز تنضم للحاجات الادبيه والاجتماعيه زي الفينانس او السوشيال ساينس، فبتختار انت عايز تنضم لايه. هنا بقى بيقول لك اختيار التخصص الرئيسي او الموضوع اللي انت عايز تعمل فيه التدريب اللي احنا كنا قلناه، ما هو نفس المواضيع السوشيال ساينس بيولوجي انجينيرنج فينانس ايكونومكس، فبتختار التخصص المناسب ليك اللي انت عايز تعمله. في الجزء ده بيقول لك مهاراتك في الكمبيوتر، يعني بتفهم في الكمبيوتر ولا ما بتفهمش، فبيقول لك في لغات برمجة هنا لو انت بتفهم فيها بتختار درجة فهمك فيها، يعني مثلا في حاجة اسمها ماتلاب، فمثلا لو انت يعني ما عندكش اي اكسبيرينس فيها، ما بتعرفش اي خبرة خالص فيها، مش عارف هي دي ايه، بتختار رقم واحد. لو بتعرف فيها شوية تختار رقم اتنين، لو بتعرف فيها اكتر او خدت دروس قبل كده فتختار رقم تلاتة، وهكذا في الحاجات دي. ولو ما بتعرفش فيهم كلهم تضغط على رقم واحد على كلهم. ولو عندك حاجات اضافية بتفهم فيها خاصة بالكمبيوتر ساينس او خاصة ب يعني علوم الكمبيوتر، لان طبعا علوم الكمبيوتر المفروض اي حد يكون عارفها، مش شرط يكون واحد درس كمبيوتر ساينس او ليه علاقه بمجال الكمبيوتر، يعني زي الوورد زي الاكسل الحاجات دي المفروض تكون عندك حتى لو انت بتدرس تخصص ادبي. فبالتالي ممكن تزود هنا مثلا مايكروسوفت وورد مايكروسوفت اكسل وتكتب انك مثلا فاهم فيهم وكل الحاجات دي. في الجزء ده بيقول لك اوصف خبرتك بالنسبه للغات البرمجه، لو بتفهم في اي لغه من لغات البرمجه تكتب تجربتك فيها، لو ما بتفهمش بتسيب الجزء ده فاضي. تمام، بيقول لك اشرح عن خبرتك بالنسبه لاي مشروع بحثي انت عملته قبل كده، لو في مثلا بحث انت عملته في حاجه قبل كده اشرح يعني البحث ده وكانت خبرتك فيه ازاي وحللت البحث ده ازاي. تمام، هنا بيقول لك اشرح عن اي بحث اكاديمي انت عملته خاص بالكليه بتاعتك، يعني لو مثلا كان مطلوب منك بحث في الكليه بتاعتك تقدر تقول مثلا البحث ده كان بيتكلم عن ايه. هنا البحث ده مثلا بحث عادي، بحث شخصي، او مثلا خارج المجال الاكاديمي، انما ده خاص بالمجال الاكاديمي، او مثلا مشروع تخرج انت كنت عملته في الدراسه بتاعتك تقدر برضو تزود المعلومه دي هنا. بالنسبه لاخر مقال مطلوب منك بيقول لك ان الدراسه، ركز في الجزء ده كويس جدا، ان التدريب ده هيتقسم الاشخاص في المجموعات لتيمز. تمام، هيكون مثلا كل تيم، مثلا لو افترضنا ان هم متكونين من 5 افراد، فكل تيم هيبقى عليه رئيس مثلا او المانجر المسؤول عن التيم ده. فبيقول لك لو انت حابب تبقى رئيس مثلا على التيم اللي احنا هننظمك فيه، فاكتب لنا ليه انت عايز تنضم لوظيفة بروجكت مانجر، ومثلا ايه خبرتك، هل انت فاهم في الموضوع ده كويس، هل انت انضميت قبل كده كبروجكت مانجر لاي حاجة، فبتكتب يعني لو انت حابب يعني. تمام، لو مش حابب بتسيب الجزء ده فاضي. هنا دي الريفرنس تاني اللي احنا كنا كتبناهم، مش احنا قلنا فيه 3 ريفرنس كانوا موجودين، فانا اوريدي مليت ال3 ريفرنس دول، فبيظهر لي بيانات الناس اللي انا كتبتها هنا، فبيأكد عليك تاني بيقول لك ان هيتم ارسال رساله ليهم بمجرد انك تضغط على كلمه ابلي او كلمه سبميت. تمام، اخر حاجه بقى مطلوب منك السي في بتاعك. تمام، اهو مطلوب منك هتعمل تشوز فايل وتحط السي في هنا، مطلوب منك الترانسكريبت بتاعك كشف الدرجات، هتعمل تشوز فايل وتحط كشف الدرجات هنا، وبعد لما بتتاكد انك مليت البيانات دي كلها وتتاكد ان البورتفوليو عندك اللي هو الكفر شيت عندك تمام ومليت فيه كل البيانات بوضوح، تيجي على الجزء ده كلمه ابلي وتضغط عليها. تمام، طبعا انت تقدر يعني تملى البيانات براحتك، تاخد فيها يوم 2 3، لو انت حبيت انك يعني تكمل البيانات فيما بعد ممكن تعمل سيف للبيانات دي وترجع لها في اي وقت تاني. لو حبيت تملاه كله في مره واحده وبعد كده تقدم يبقى لازم تضغط على كلمه ابلي مباشره. اول ما تضغط على كلمه ابلي يبقى انت كده قدمت للبرنامج الخاص ب RIBS لوس انجلوس. تمام، شروط البرنامج سهله، لا طالبين شهاده لغه ولا طالبين سن معين ولا حتى يعني التخصصات محدوده، لا التخصصات كتير، فيعني شامل كل حاجه. كمان في $3500 كمكافاه انت هتاخدها من البرنامج، تذاكر طيران مجانا عليهم، سكن مجانا عليهم، وجبات مجانا عليهم. برنامج ممتاز جدا جدا جدا، يعني اللي مهتم بالبرنامج ده يا ريت يقدم له عشان تكون فرصته في القبول من دلوقتي كبيره. اتمنى لكم يا رب التوفيق والقبول في المنحه دي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.